تكريم أولى الشخصيات والقامات الصحفية المرحوم محمد سعيد بالعيد. تتقدم ابنته محمد سعيد عايدة، أصيل ولاية تيزي وزو، تحصل على ليسانس في القانون الدولي من جامعة الجزائر ودبلوم في العلوم السياسية. اشتغل في التلفزيون الجزائري فمديرا عاما لجريدة الشعب، وبعدها لوكالة الأنباء الجزائرية، وكان مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت بلبنان. عين سفيرا للجزائر لدى دولة البحرين، ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية، وعين أخيرا وزيرا مستشارا للاتصال وناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية. وقد غادرنا المرحوم ليلقى ربه بتاريخ 31 مايو 2022، رحمه الله تعالى وأحسن إليه. ثاني القامات الصحفية السيدة المجاهدة المرحومة زينب الميلي، ويتقدم عنها ابنها نوفل إبراهيمي الميلي. السيدة المجاهدة زينب الميلي مجاهدة من صلب مجاهد، وهو الشهيد العربي تبسي، زوجة الوزير والدبلوماسي السابق الأسبق محمد الميلي، أصيلة ولاية تبسة، شاركت في ثورة التحرير ودرست في مدرسة التهذيب للبنات والبنين، اشتغلت صحفية في جريدة الشعب. لها من الجرأة والآراء السياسية والثقافية ما مكن من الدفاع عن الجزائر وتاريخها، وقد اهتمت بالتراث اللامادي في كل مناطق الوطن. وقد غادرتنا لتلقى ربها رحمه الله تعالى يوم 24 سبتمبر 2022. القامة الصحفية الثالثة سيد عبد المالك حويو، ويتقدم عنه ابنه عبد الله الأمين حويو. عبد المالك حويو من رجال قطاع الاتصال، أول مدير عام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، ولد بولاية الأغواط، اشتغل هندسياً في مديرية التقنية لمؤسسة التلفزيون العمومي، فمديراً عاماً للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ببوزريعة، وقد عين سنة 2016 عضواً في سلطة ضبط السمعي البصري فأميناً عاماً لها قبل تقاعده، وقد فارقنا ليلقى ربه يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021. السيد عبد المجيد شربال رحمه الله تعالى، وقد غاب ذووه عن الحضور، وهو الصحفي الأسبق والمدير العام ليومية المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية، أصيل ولاية سطيف، كان يلقب بعنتر، عين مديرا عاما لهذه الجريدة سنة 2005 وغادرها سنة 2011. قلم شجاع متميز، صحفي دون منازع، ترك من المقالات الثرية والتكوينات لفائدة الصحفيين ما يشهد به هذا الحضور. الصحفية المرحومة صابرين خليفي، والتي يحضر عنها زوجها المخرج الشاب تريبش نبيل. صابرين خليفي التحقت بالمؤسسة العمومية للتلفزيون واشتغلت صحفية سنة 2006 في فريق برنامج بونجور الجيري الذي تبثه قناة كانال الجيري. توفيت يوم 19 جوان 2022، وهي بصدد ممارسة مهامها الإعلامية النبيلة، فرحمها الله إعلامية ومجاهدة نحتسبها كذلك.